بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، سنتعرض اليوم للمحاضرة الرابعة في مادة القانون الدستوري تحت عنوان خصائص الدولة. إذن بمجرد توفر للدولة على الأركان الثلاث اللي درسناها في المحاضرة الماضية، وهي الأركان، وهي الشعب، الإقليم والسلطة السياسية، تنشأ الدولة كشخص معنوي يتمتع بأهلية قانونية، كما أن السلطة التي تتمتع بها الدولة يكون لها ذاتية وسمة خاصة تميزها عن غيرها من الجماعات، وهذه الخاصية هي ما يطلق عليها السيادة. إذن خصائص الدولة هي أن الدولة شخص معنوي، أي شخص من أشخاص القانون، وأن الدولة من خصيصة ثانية وهي أنها تتمتع بسيادة، وهناك خصيصة ثالثة وهي أن الدولة شخص معنوي تتمتع بالسيادة لكنها تخضع للقانون. فالخصيصة الأولى وهي أن الدولة شخص معنوي، أو تمتع الدولة بالشخصية المعنوية. ما معنى الشخصية المعنوية؟ أشخاص القانون ينقسمان إلى قسمين: أشخاص طبيعية وهم الأفراد، أشخاص معنوية أو ما يسمى بالأشخاص الاعتبارية هو الأشخاص التي ليس لهم وجود مادي، الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات، كلها أشخاص من أشخاص يخاطبها القانون لكن ليس لها وجود مادي كالأفراد أو كالأشخاص كالشخص الطبيعي. وتعتبر الدولة من أهم الأشخاص المعنوية، أو من أهم أشخاص القانون المعنوية. ومن ثم تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة في وجودها عن شخصية الأفراد في الدولة وشخصية الحكام، أي أن الدولة يخاطبها القانون بصفة مستقلة عن الحكام، أي أن لها ذاتية قانونية مستقلة عن ذاتية الحكام وعن الأفراد المكونين للدولة. وبما أن للدولة شخصية قانونية، أي يخاطبها القانون، فهي كجميع أشخاص القانون هي أهلا لاكتساب الحقوق، أي أنها تتمتع بحقوق وتتحمل التزامات. معناه أن للدولة حقوق وعلى الدولة واجبات والتزامات يجب أن تحترمها وتقوم بها. إلى جانب تمتع الدولة بالحقوق وتحملها الالتزامات، بما أنها شخص قانوني، شخص معنوي له ذاتية خاصة، إذن لها ذمة مالية خاصة بها. ما معنى لها ذمة مالية؟ أي أنه للدولة أموال مستقلة عن أموال الحكام وعن الأفراد المكونين للدولة. وذمة المالية للدولة أمر طبيعي، لأن بما أن لها حقوق وعليها التزامات، لكي تتمتع بهذه الحقوق وتتحمل هذه الالتزامات يجب أن تكون لها أموال. فمن مميزات الشخصية المعنوية للدولة، أي من المميزات التي تمتاز بها الشخصية القانونية للدولة خلافا للأشخاص القانون الأخرى، أن الشخصية المعنوية للدولة هي شخصية آنية أو حالة. ما معنى ذلك؟ أي أنها توجد أو تتمتع بهذه الشخصية المعنوية بمجرد وجود الدولة بتوافر أركانها، الشعب، الإقليم والسلطة السياسية، أي أنها لا تحتاج لنص قانوني سابق يمنحها هذه الشخصية القانونية، وذلك
خلافاً للأشخاص المعنوية الأخرى مثل الشركات، الولاية، البلدية، يجب أن يكون نص قانوني يمنحها هذه الشخصية المعنوية. مثلاً البلدية يجب أن يكون هناك قانون البلدية، الولاية يجب أن يكون هناك قانون ولاية ينشئ هذه الولاية وينشئ هذه البلدية ويبين حقوقها والتزاماتها. الشركات والمؤسسات نفس الشيء، يجب أن يكون هناك نظام قانوني يؤسس هذه الشركة ويبين وجود القانون لهذه الشركة. خلافا لذلك فالدولة بمجرد توفر أركانها الثلاثة فإنها تتمتع بالشخصية القانونية أو الشخصية المعنوية. كما أن من مميزات الشخصية المعنوية للدولة أنها شخصية غير مقيدة بهدف أو غرض معين، أي أن الشخصية المعنوية للدولة هي شخصية عامة خلاف الأشخاص المعنوية الأخرى مثل الشركات. كل شركة لها هدف معين، شركة الأحذية هدفها صناعة الأحذية، شركة البترول والغاز هدفها هو تمويل بالغاز والكهرباء، شركة الجزائرية للمياه هدفها معروف، أما الدولة فشخصيتها المعنوية القانونية غير مقيدة بهدف أو غرض معين. من مميزات أيضا الشخصية المعنوية للدولة أنها شخص تتمتع بامتيازات السلطة العامة، وهي الشخصية القانونية الوحيدة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة، أهمها مثلا نزع الملكية العامة للمنفعة، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، أي أن الدولة إذا احتاجت لقطعة أرض مالكة للخواص ويجب هناك منفعة عامة مثل إقامة جامعة، مستشفى، فيمكن للدولة حق نزع هذه الملكية الخاصة للمنفعة العامة. من أمثلة أيضا امتيازات السلطة العامة إصدار لوائح الضبط والبوليس، فالدولة تقوم بإصدار هذه اللوائح من أجل ضبط النشاط الإداري في الدولة. من أمثلة هذه امتيازات السلطة العامة أيضا التنفيذ الجبري، مثلا غلق محل تجاري لأنه لم يحترم المواصفات القانونية المشروطة. هذه بشكل عام هذه المميزات. الآن هناك نتائج تنبع عن تمتع الدولة بالشخصية المعنوية. فإن تمتع الدولة بالشخصية المعنوية يترتب عليه ظهور شخص قانوني جديد متميز ومنفصل، عن الأشخاص الحاكمين، وهذا ما يسمى بدوام الدولة كوحدة قانونية، la pérennité de l'État، أي أن الدولة تدوم رغم تغير الذي سيحدث في الشخص الحاكم، في النظام السياسي، في القوانين، في الدساتير، فإن الدولة ستستمر قوانين التي أصدرتها سارية رغم ما قد يحدث من تغيير في نظام الحكم، الأشخاص الحكام، كما تبقى الحقوق والتزامات الدولة قائمة. مثلا الدولة الجزائرية قامت بإبرام معاهدة دولية، رغم أن الشخص الذي قد مضى باسم الدولة الجزائرية تلك المعاهدة قد خلاص تغير وجاء شخص آخر في منصبه، فتلك المعاهدة يجب حقوقها والتزاماتها تبقى سارية المفعول، وبالتالي هذا ما يسمى بدوام الدولة كوحدة قانونية، وهي نتيجة أن للدولة شخصية قانونية معنوية مستقلة ومنفصلة عن
الأشخاص التي تمارس أو نشاطات باسم هذه الدولة. ومن نتائج أيضا تمتع الدولة بالشخصية القانونية أو الشخصية المعنوية أن الدولة كما قلنا لها ذمة مالية مستقلة، أي أن للدولة خزينة فيها أموال، وكل حقوق وكل التزامات التي تقوم بها الدولة فتقوم بها من خزينة الدولة ومن أموالها، بالتالي لا يجب الخلط بين أموال وحقوق والتزامات الدولة وأموال وحقوق والتزامات الحاكمين باسم هذه الدولة الذي هم مجرد موظفين لهم في نهاية كل شهر راتب، وهذا الراتب لا يدخل في أموال الدولة، بل هناك شخصيين قانونيين مستقلين، الدولة من جهة لها ذمة مالية شخصية قانونية ينتج عنها أن للدولة أموال، وهناك الحاكم الذي هو مجرد موظف لدى الدولة وعنده راتب وعنده أموال، فعليه حقوق والتزامات يقوم بها باسمها وليس باسم الدولة. وبهذا انتهت هذه المحاضرة الخاصة بالميزة الأولى من مميزات الدولة، وهي أن الدولة شخص معنوي، شخص قانوني يمكن الدولة باكتساب حقوق وتحمل التزامات، ويمكن الدولة أيضا بتمتعها بذمة مالية مستقلة، بحيث أن هذه الذمة المالية هي التي تمكن الدولة من قيام ببرامج، من قيام بخطط تنموية، وكل هذه الالتزامات ستوفى من خزينة الدولة وليس من أموال الحاكمين باسم هذه الدولة. وشكراً.